حرصاً على أن يترك مشروعك أكبر تأثير ويحظى بأكبر فرص النجاح، تأكد من أنه يتوافق مع أهم الاتجاهات في السوق. مثل ما قلنا أنه نحن الفكرة اليوم اللي بدنا نعملها لازم يكون لها زبائن، لازم يكون لنا عملاء، يعني لازم حدا يشتريها أو يستعملها. إذا ما رح يكون في عليها إقبال ما رح تكون فكرة ناجحة. بس كمان أكيد لحتى توصل لهالفكرة هيدا ولا توصل لهالإبداع هيدا رح تاخد الموجة. هون هي الموجة يعني risk taking. أوكي؟ so كل ما عليت الموجة، كل ما أخذنا risk أكبر، كل ما وصلنا أسرع وأفضل. أوكي؟ كل ما علينا أكتر، لأنه كتير مهم أنه ناخد هيدا الريسك risk، بس ناخده بطريقة منظمة وبطريقة فعالة وما نغرق. أكيد في كتير اتجاهات اليوم اللي بالسوق، أوكي، كمان بتأثر على أفكارنا وبتأثر على عملنا. في بعض الاتجاهات التقنية التكنولوجية مثل ما حكينا بالأول، إنه في كتير أشياء عم تتغير بالتكنولوجيا اللي عم تأثر على الأعمال. بس في كتير منافسة، نفس المنتج بيكون في منه من عدة محلات، ليش أنا بدي اشتري أبل مش اشتري سامسونج، مش اشتري سوني، مش اشتري اتسترا. اوكي، كمان الاقتصاد، الاتجاهات الاقتصادية كمان كتير مهمة. يعني أنا اللي بدي أعرف هالأسواق وين متجهة، هل رح يكون في اقتصاد نامي لحتى يقدر يدعم فكرتي وعملي. كمان الاتجاهات السياسية هيدي نحن كتير متأثر فيها ببلادنا، لأنه أي شغلة بتصير ممكن تأثر سلبياً على عملنا. اتجاهات الديموغرافية، يعني الأشخاص اليوم صاروا خاصة الأشخاص الصغيرين بالسن صاروا متجهين كتير للتقنيات للتكنولوجيا، والأشخاص اليوم ما بدهم منتجات تكون معقدة كتير وتكون كبيرة وغالية واتسترا، بدهم أشياء سهلة سريعة لأنه بيسحقوا بسرعة. يعني بدهم يوصلوا، بدهم مثلا بيستعملوا هيدي السلعة ممكن بكرة يستعملوا غيرها بسهولة كتير. ما في لويالتي، ما في كاستمر لويالتي مثل ما كان عنا بالقدم. أكيد في الاتجاهات الاجتماعية كمان كتير مهمة، لأنه هيكون عنا مثل ما قلنا تحديات اجتماعية. شو كتير مهم نحن نعرف من أي اتجاه عم يستفيد المشروع اللي عم نجرب نخلقه. لأنه هؤلاء الاتجاهات مع أنه في تحديات فيهم، بس كمان رح يساعدونا لحتى نطور مشروعنا أكثر، لأنه التقنيات التكنولوجيا الموجودة رح تدعمنا. اليوم نحن لما في عنا السوشيال ميديا موجودة، تويتر والفيسبوك واللينكدين، صوروا من زمان كان لما الواحد بده يوصل فكرة بده يمكن سنة كاملة لحتى يقدر يسوق فكرته. اليوم بتحطوا بيج على الفيسبوك، تخلقوا بيج على الفيسبوك، وبخلال أسبوع بيكون صار عندكم 100,000 فولوور، وبيصير يتردد اسمكم أكتر وأكتر، وبتوصلوا بسرعة أكتر للسوق. فهيدي شغلة كتير مهمة أن تقدروا تستفيدوا من التكنولوجيا الموجودة، كمان تستفيدوا من الاقتصاد الموجود، من السياسة. حتى السياسة ممكن تساعد إيجابيا بالمشاريع والديموغرافية والاجتماعية. فشوي جربوا فكروا انتو منتجكن او خدمتكن اللي عم تبتكروها عم تخلقوها كيف تستفيد من هيدي الاتجاهات.